السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكل مشاهدينا ومتابعينا من حي العالم الوطن الرابع على قناتكم قناه السيد عزيزي. ان شاء الله النهارده يا جماعه احنا زي ما انتم شايفين احنا قاعدين في خيمه عشان الجو عندنا يعني رهيب جدا جدا، شتاء ورعد وهدوء كذا كذا. انا مصدقت دلوقتي الوقت ده كده ما فيهوش شتاء عشان ايه عامل المقدمه بتاعت الفيديو يا جماعه واوريكم المنظر عندي عامل ازاي. ادي يا جماعه ايه ده منظر الخيمه اللي انا قاعد فيها. طبعا الخيمه دي يا جماعه انا قلت قبل كده بتتباع فين، انت ممكن تلاقيها على المواقع النت، وفي محلات برضو محلات اللي هو عدات الخيم ممكن تلاقيها، وطبعا في محلات صيد معينه ممكن تلاقيها ممكن على النت ده بالاخص. وده يا جماعه الصنارتين منزلين لهم يا جماعه. طبعا يا جماعه هنشوف دلوقتي ان شاء الله ربنا رد حاجه النهارده. طبعا احنا النهارده قاعدين 24 ساعه على الميه عشان كده احنا جايبين الخيمه دي، ان شاء الله هنبيت فيها فقاعدين 24 ساعه على الميه، وان شاء الله هوريكم كل حاجه لو ربنا اراد باي حاجه هنشوفها، وفي نهايه الفيديو برده هوريكم انواع الطعم اللي انا بستخدمها يا جماعه. استنوا يا جماعه وتشوفوا كل حاجه مع بعض. ما شاء الله مش كده خيمه بين اعشاب دي يا اخوان. خلصنا من الاعشاب. ما شاء الله اخوانا ما شاء الله، اللهم صل على النبي اخوانا. ده يا جماعه اسمها سمكه كارب المرايه او الرويال عشان تبقوا عارفين، دي برده نفس فصيله الكارب او المبروكه، وديت اسمها كارب المرايه او الرويال. وده يا جماعه موجوده في معظم دولنا العربيه اذا كانت مصر الجزائر العراق تونس المغرب، عشان ما انساش اي اسم دوله، طبعا فلسطين سوريا كل حبايبنا عشان ما انساش اسم اي دوله. السمكه دي يا جماعه من فصيله الكارب اسمها المبروكه، من فصيله المبروكه والكارب اسمها الرويال او سمكه المرايه كارب المرايه. ما شاء الله اخوان. اللهم صل على النبي صلى
اللهم صل على النبي اخوانا. شوف المنظر عامل ازاي. ما شاء الله، شو حجمه عامل ازاي يا اخوانا. مبدئيا الطعم اللي انا بستخدمه يا اخوانا عباره عن كره طائفه مع كره بويلز. الاثنين دول يا جماعه ممكن تشتريهم جاهزين لو انت عايز، ممكن تعملهم في البيت، وبرضو عامل فيديوهات بطريقه عملهم في البيت. نكهات الكور ده يا جماعه والله ما بتفرق، يعني اهم حاجه تكون طريه شويه، ده اهم حاجه تكون طريه شويه. يعني انا بفضل، يعني مثلا دي اللي انا بعملها دايما بتبقى بالثوم، انا دايما بفضل الطعم الثوم. في طبعا لو في نكهات مختلفة اذا كان فواكه او نكهات جاهزة بتتباع من المحلات زي السيبيا ولا ايا كان ما بتفرقش، بس اهم حاجة تكون طرية. عملتها مسكرة بالفواكه تمام، عملتها بطعمة البحرية تمام، جميل. انا دايما بس بحب استخدم التوم. احنا النهاردة يا جماعة ان شاء الله هنبيت على المية، فمبدئيا كده يا جماعة انت عشان تصطاد سمكة بتقعد بالساعات الساعات، يعني الموضوع مش سهل يا جماعة، مش هتقعد مثلا ساعتين ولا حاجة، طبعا ممكن ربنا يرزق يعني، بس عشان نبقى واقعيين ونبقى صراحة، لا الموضوع بتقعد بساعات طويلة، يعني احنا الواحد لازم يبقى صبر طويل جدا اخوانا. فعشان تبقوا فاهمين احنا النهاردة ان شاء الله هنبيت على المية، فالفيديو ده يا جماعة هنوقفه لغاية كده، لكن هنشوف ربنا يسهل. احنا قدامنا كده لغايه بكره مثلا، لغايه الساعه 10 الصبح مثلا، فلو ربنا اراد بحاجه يا جماعه يبقى معنى كده الفيديو ده يبقى ليه جزء تاني ان شاء الله تكمله، ده لو ربنا اراد. لكن لو ربنا ما رزقش بحاجه اليوم ده في الليله ده اخوانا يبقى الفيديو هيقفل على كده. فاحنا برضو تابعونا يا جماعه، يمكن الله اعلم، ممكن لو بقيت السهره النهارده ربنا رزق بحاجه تانية ممكن هنشوفها ان شاء الله بكره باذن الله يا جماعه. فاهم حاجه يا جماعه والنبي الدعم، يا ريت يا جماعه تدعموني باللايك والاشتراك. ده انا اول مره اطلب منكم يا جماعه الموضوع ده، بس الاشتراك لان محتاج دعم اليومين دول بالنسبه لليوتيوب، لان كده في لوغاريتمات كده غريبه في اليوتيوب يا جماعه مبوظه الدنيا معانا في المشاهدات، عشان بس الفيديو يوصل باقصى ما يمكن لكل الناس. فكده يا جماعه بالنسبه للنهارده ان شاء الله كده نهايه الفيديو، واستنوني باذن الله يا جماعه لو ربنا اراد ان شاء الله بكره باذن الله هنزل فيديو تاني لو ربنا اراد بحاجه ان شاء الله يا جماعه. شكرا يا جماعه لحسن المتابعه، واتمنى لكم ليلة سعيدة. شكرا ومع ألف سلامة.